إكسبريس اف ام تزيد في القيمة. وهو كان سبب فيها ديرون 23 سنة وقبل من 23 سنة، فلن أعتذر له، والقضاء بيننا بيننا. بتجي البروسيدور تجي عبر المحكمة، تجي مطلب رفع الحصانة، وهي كتجي أنا مش نطلب رفع الحصانة، دونك مانيش هاربة راني عادي. باش نطلب رفع الحصانة؟ بيان سور لازم نوافق، أنا باش نوافق على رفع الحصانة، باش نخدع زملائي باش أنهم يوافقوا على رفع الحصانة، خاطر رفع الحصانة يتم بالتصويت. وزملائي يقولوا لربما يخليك تكمل الموندا، لا لا من غير ما نكمل الموندا، انا اي مشكله باش نسبسي اي شخص يرى يقدر الضرر مني راهي ماهيش الحصانه باش نتخبى وراها. الحصانه هي اجراء معمول به في دول العالم، اما راهي مش باش نتخبى وراها باش نقوم باعمال ونجرأ باش نقوم باعمال مخالفه للقانون، ندعي اني عندي الحصانه، ماهوش اسلوبي وما نعملوش، وانا مستعده. وهو يعرف اللي اتهامي ليه كان سياسي، واللي هو رده توا على القضيه نتاعو اللي هي سياسيه بامتياز، حب يقنع الراي العام قبل ما تخرج نتيجه الابحاث اللي هو ماهوش هو عمل.